بحلقة اليوم مثل ما صرنا أسبوعين احنا اتفقنا أنه حنكمل مع لاحقة مش هاي اللاحقة اللي عم تغلبنا شكلها صارت معنا هي ثالث حلقة. حكينا نحن بس من باب التذكير حكينا أول شيء عنها يعني الاستخدام الأساسي إلى هو ديولانجيتش مش زمان هو الزمن الماضي المسموع اللي هو المنقول يعني مثل تقول مثلا ألي إيفلين مش ألي إيفلين مش أمير أنقرة يجت مش إذن علي ذهب تزوج عمر ذهب إلى أنقرة بس أنا ما عندي خبر بهذه الأمور. هذا هو الاستخدام الرئيسي الأساسي الشائع لجيتش مش زمان أنه أنا شغلي سمعت فيها لكني ما حضرتها وهي بتوفر علينا كلام أنه أنا لما استخدم مش بيعرف الطرف الآخر اللي عم يسمعني أنه أنا مجرد ناقل للكلام ما شهدته فما ممكن يعني اللي طب هيك يعني بيعرف هو بيفهم دغري انه بدل ما انا اقول له انه والله مالي متاكدها يعني تقريبا هي الفكره. الفكره الثانيه قلنا انه بيستخدم ايضا لاحقه مش ايضا لاشياء منقوله ومسموعه مع ازمنه اخرى وهون بيزول الزمن الماضي مثل تقول مثلا اوريتمن بوغون جيلميور اوريتمن بوغون جيلميور المدرسه ما حتجي اليوم چونكو هاستايمش هاستايمش هون هاستا شمدي يعني هاستا هي لكن ليش قلت مش هون فقط لورجيكم انه انا مالي عارفان انه ما قالوا لي انه مرضانه قيل لنا انها مرضانه. نفس الشيء وتقول مثلا بابام يارن او مو بابام شان بابام يعني ابي بالبيت عايش ام جام يارن انكارايا جيديجيك مش جيديجيك هي اصلا جيديجيك عمي سيذهب إلى أنقرة غدا بحط أنا مش مشان ورجي جيديجيك مش أنه أنا إنما مجرد ناقل للخبر وماني متأكد يعني هذا كلام مسموع. هاي الاستخدام الثاني اللي هو نفسه المسموع لكنه بيصير مع أزمنة أخرى مثل الحاضر والمستقبل. الاستخدام الثالث اللي حكيناه اللي هو سونرادان فاركيتمي سونرادان فاركيتمي وهذا استخدام كتير كتير شائع مثل المثال اللي ذكرناه اللي هو أنا أهترمه ونتمشم. هل انتبهت اني انا نسيت مفاتيحي فقلت انا احترم ونتمشم ونتمشم او مثلا وقت انا مثلا عم يصحح الوظيفة المعلم فهي طلعت على الاجابات غلط فبكتشف انه خطأ الان اكتشفت الان انتبهت فبقول اديفيمي يانلش يابمشم يانلش يابمشم يعني حليتها خطأ الان ادركت هالشي. مثلا يمك تشوك جزال أولمش إنه هل انتبهت يا سلام شو روعة يمك تشوك جزال أولمش زين سونرادان فاركتمي. في عنا كمان حالة إنه لما أكون أنا طفل صغير أو أنا مرضان مرض شديد فمالي واعي على حالي فممكن استخدمها مثلا بان تشوجوكين إكي كيري إكي كيري مثلا دشتم أو إكي كيري كازا يابتم عملت حادث مرتين وأنا صغير ماني متذكره بس بجوز أهلي قالوا لي أو أنا مثلا ماني منتبه على حالي مثل المرض الشديد والأحلام. هذا الاستخدام أيضا الرابع. الاستخدام الخامس أيضا اللي حكينا بالحلقة الماضية كان بالحكايات بير وارمش بير يوكموش هي مشهورة وطلبت أنا أنه نسمع قصة ووعدت أني حط رابط سامحوني أني ما حطيت بركي بهذه الحلقة أضع رابط. الاستخدام اللي بعده كان هي الصفات اللي بتتحول الأفعال اللي بتتحول إلى صفات دائمة مثل وقت قلنا باطلمش مصر اللي هو البوشار مثل وقت نقول مثلا دولمش مثل وقت نقول كلنلمش بالجسيار يعني كمبيوتر مستعمل وهكذا. اليوم هذا بيكون صار كم استخدام ستة. اليوم بدنا نحكي عن استخدامين. الاستخدام الأول الدر مع الدر إذن المش مع الدر المش مع الدر بيصير إلى معنيين. أول شيء هون تفقد تماما فكرة الكلام المسموع وهي نقطة مهمة إنه هون ما عاد له علاقة أي أبدا إنه هو ما مسموع وغير مشاهد وهالقصص تبع المش لا بتبطل هيك بيصير إلى أحد احتمال معنيين إما إنه معنى الاحتمال أو بمعنى القطعية. كيف؟ هأعطي مثالين مثلا أنم بلكي إفجل مشتر يعني أنا برا وين ماما حدا بيسأل بلكي إفجل مشتر جل مشتر يعني ربما عادت إلى البيت.
yarım saat oldu. Yarım saat oldu. Sağma da saat. Nıs sağa. Ders kesinlikle, kesinlikle, ekid bitmiştir, bitmiştir. Ekid خلص الدرس. هذا طبعا احتمال هون. لو عم قول اكيد مثل تقول له الله اكيد اكيد علي اجا. اكيد اكيد راح علينا الباص. شو معنات اكيد هون؟ معناها 90% بس مو معناه اني متاكد. زين درس kesinlikle bitmiştir. مثلا ساعات çok geç oldu. كثير صارت الساعه متاخره. بابام uyumuştur. بابا نام. اكيد بابا نام. مو uyudu. uyudu شايفه. uyumuş حدا قال لي انه نايم. لاحظوا الفرق بين uyudu يعني نايم وانا متاكد ولكني شايفه. uyumuş حدا قال لي انه نايم معناتها هو نايم اكيد. uyumuştur معناها يعني 90% 80% نايم. غالبا نايم لانه هذا وقت نومه. اذا الدر شو بتعطيهم بهالحاله؟ اذا بتعطي الاحتمال. طبعا الدر مو بس مع هذا مع المش تعطي الاحتمال، مع كل الازمنه. يعني مثلا ممكن لاحقا نمر عليها، بس مثلا بقول لك قال لي انم بشيريور در. بشيريور يعني تطبخ. بشيريور در يعني اكيد عم تطبخ، معنى انا هون عم حط احتمال انها عم تطبخ. فهي مع كل الازمنه الدر بتجي بتعطي بتعطي هالمعنيين نفسهم اللي بتعطيهم مع المش. بس شو الفكرة؟ الفكرة انه لما انا بدي اعطي احتمال بالماضي او قطعية، هلأ لما حناخد مثال قطعية بالماضي، بستخدم المش وما بستخدم الزمن الماضي العادي. هاي قاعدة فينا نقول انها عامة، حتكون معنا بكل الازمنة اللي بنسميها ازمنة مركبة. لما يكون عنا ازمنة مركبة من زمنين، لما يكون عنا ازمنة مركبة من زمنين، بستخدم المش للدلالة على الماضي، ما بستخدم الد. الد هيك بتجي سادة اللي هي الماضي العادي. فهم بهالحالة ما بيكون المش له علاقة بمعنى المسموع. إذا برجع بعيد الأمثلة حتى أكد عليها. أنم بلكي إيفي قال مشتر. ربما أمي إجت على البيت. يارم ساعات أولدو. درس كسين لكلي بيت مشتر. أكيد الدرس خلص. ساعات çok geç oldu. Babam uyumuştur. كتير تأخر الوقت. بابا نام. أكيد بيكون نام. أكيد بيكون نام. كلها هي احتمال. طيب بالنسبة للقطعية هو الكلام الرسمي مثل اسمعها بالأخبار. مثلا إردوغان أنكارادان إسطنبولا gelmiştir. لقد جاء أردوغان من أنقرة إلى إسطنبول. إذن كلام قطعي gelmiştir هون كلام أخبار. طب كيف بعرف أنا كيف المشتر هاي مش مع التر؟ مرة بتكون قطعي مرة بتكون احتمال حسب طبيعة الكلام. بكلام محكي يعني أنا ورفيقي عم نحكي أو أنا وبكل الحكي العادي أكيد هي احتمال. ليش؟ لأنه أنا مالي وكالة أخبار. أنا لما بدي أقول قطعي بقول أنيم جالدي. أنيم جالدي إجت أمي. أما إذا قلت قال مشتر معناه هون قصدي أكيد إجت احتمال. أما هون أخبار أو كلام رسمي قلت إردوغان أنكارادان إسطنبولا قال مشتر. قلنا مثلا أكبارتي إكيبين بيردي كورول مشتر تم تأسيسه في 2001. إذن هذا كلام أخبار رسمي. إذن هذا الاستخدام الأول لليوم اللي هو إما المش مع التر مشتر، إما بتعطي كلام احتمالي أنه أنا شاكك بالكلام المحكي دائما بيكون معناه احتمالي، بالكلام الرسمي بيكون معناها قطعي وبنسميه صيغة يعني مثل فورمال أنه صيغة رسمية. الاستخدام الثاني لليوم اللي هو المش مع الد اللي هي الماضي الديولان المش مع الماضي العادي لما يجوا ورا بعض هون بيصير معناه مثل ما كنا مثل ما يعني اللي بيعرف انجليزي يسميه ماضي تام يعني ماضي قبل الماضي. لما بكون عندي حدثين بالماضي وانا بدي اورجي انه هذا صار قبل الاول فبحط مشت مشت. مثال الامثله بتوضح وفي مجموعه من الامثله اتوقع انه ايضا وضعت على البوست. Eve gelince yani عندما أتيت إلى البيت. Eve gelince annem önceden çıkmıştı. Annem önceden من قبل أمي من قبل çıkmıştı. كانت قد خرجت يعني نحن بالعربي شو بنقول خرجت هذا ماضي. إذا قلنا كانت قد خرجت بنكون عم نورجيك إنه ماضي قبل ماضي آخر. هذا المش إذن المش مع الماضي الثاني كمان هنا ما في أي علاقة له بمسموع. يعني الفكرة أنا اللي كتير بدي أوضحها من هاي دروس الثلاثة
حتى لو شوي بعض الشباب خربطت شوي أو لسه ما توضحت الفكرة، أنه مو دائما المش بنشوفها معناها كلام منقول أو معناها شغلة شاكك فيها، لا، إلى مواقت أخرى. إيفي جالينجي عندما أتيت إلى البيت أنم أنجي دينشك مشت، كانت أمي قد خرجت من قبل يعني. بانسانا زاتن، نحن بنقولها أصلا سويلي مشتم، سويلي مشتم. هلا لو قلت سويلي دم يعني أنا قلت لك، سويلي مشتم أي أنا من قبل كنت قايل لك، هيك معناها أنا من قبل كنت قايل لك. ذاتين سويلي مشتم، أصلا أنا كنت قايل لك، يعني من قبل هالموقف أنا قايل لك، مو هي أول مرة بقول لك. مثلا جيتش كالا جام ديه، جيتش كالا جام ديه أملات مشتم، يعني كنت قد أخبرتك أني سأتأخر، مو أنلطم، يعني مو أنا قلت لك أني أتأخر، أنا كنت قايل لك، يعني هذا عرفته عم أكد على فكرة أنه من قبل أنا أصلاً. إذن جيتش كالا جام ديه أنلطمشتم، كنت قد أخبرتك أنلطمشتم. من الأزمنة الكتير هم، يعني ربما هي من أهم الاستخدامات اللي ذكرناها بعد المش العادية اللي هي مش تبع ديو لانجيتش، مش زمان، الزمن الماضي المسموع بيجي هذا الاستخدام، هي مش مع الت، يعني مش يعني زمنين الماضيين سوا، كيف بيعطوا زمن ماضي لورا. فاتورة أودي مشتم، يعني أنا كنت قد دفعت الفاتورة، يعني مثلا قطع علي الكهرباء مبارح، بروح أنا بقول لهم دفعتها. هلأ إذا قلت بس دفعتها، ما قد تكون دفعتها أنا بعد ما قطعوا، ولا أنا أودي مشتم كنت قد دفعتها، أودي مشتم كنت قد دفعتها من قبل. يعني إلكتريك كاسيل دي زمان، إلكتريك كاسيل دي زمان، يعني عندما انقطعت الكهرباء، إشلريمي بترمشتم، كنت قد أنهيت أعمالي قبل انقطاع الكهرباء. إذا انقطاع الكهرباء ماضي، وأنا كنت عامل هالشغلة، مخلص شغلي الحمد لله قبل ما تنقطع، قبل نقطة معينة بالماضي. اللي بيعرف الزمن الماضي التام بالضبط هو بالإنجليش، إذا ماضي قبل نقطة معينة، إشلريمي بترمشتم، كنت قد أنهيت أعمالي. كيرا لا يا جام إيف، البيت الذي سأستأجره، كيرا لا يا جام إيف، البيت الذي سأستأجره، كيرايا فيريل مشتي، كيرايا فيريل مشتي، يعني قد أجر، كيرايا فيريل مشتي، كان قد أجر، من قبل ما أنا لحقه كان قد أجر. إذن مش مع الت، الماضي المش مع الماضي العادي سوا، هدول بيعطوا معنى قبل نقطة معينة بالماضي، وهذا الزمن كتير مستخدم. بحعيد الأمثلة قراءة سريعة قبل خروجنا إلى الفاصل. إيفي جالينجي أنم أنجدين تشك مشت، كانت قد خرجت من البيت قبل ذلك. بان سانا زاتان سويلي مشتم، كنت قد أخبرتك. جيتش كالا جام ديه أنلات مشتم، كمان كنت قد أخبرتك أني سأتأخر. فاتورة أدمشتم، كنت قد دفعت الفاتورة. إلكتريك كسل دي زمان، إشلريمي بترمشتم، كنت قد أنهيت أعمالي قبل انقطاع الكهرباء. كيرا لا يا جام إيف، كيرايا فيريلمشتي، يعني البيت الذي كنت سأستأجره قد أجر، أو كان قد أجر. إذن هذا هو الاستخدام الثاني. إذن اليوم أخذنا استخدامين، المش مع در بتعطي إما احتمال بالكلام المحكي أو كلام قطعي بالأخبار وبالكلام الرسمي، أو بالمش مع د، يعني مش ت تعطي اللي هي ماضي تام، يعني ماضي قبل نقطة معينة بالماضي. هيك بنكون خلصنا هذول الاستخدامين. في استخدامات أخرى لمش قد نأخذها الأسبوع القادم، أو قد نأخذ استراحة من مش ونأخذ موضوع جديد مشان ما. الآن شيم دي سيز ليري، الكلمات بسيطة، أتوقع إن شاء الله يكون نسبة كبيرة أصلاً فهمت جزء كبير منها. شيم دي سيز ليري كولاي فيهوش، كولاي سهل، فيهوش بس يعني لطيف، بير بيلميجي، بيلميجي معناها أحجية، جاي من فعل بيليور، بيلمك يعني يعرف. بيلمجة هي الأحاجة اللي مبنية على أنك تحذره للواحد شغلة هو بده يحاول يعرفها. بيلمجة في عنا كلمة بتشبه اسمها بولمجة، بولمجة جاي من فعل بولمك، بولمك هي الحزازير اللي مبنية على أنك تلاقي الشغلة مو أنك تعرفها.
يعني مثل مثلا انه لاقي مثلا مثل هي اللي كانت كلمات وانه احنا نلاقي الاحرف تبعها بعدين بزيد احرف تعمل كلمه، انه هون انا ما عم فكر كثير بس عم لاقي الاحرف. فهي اسمها بولمجة، اذا بيلمجة وبولمجة هدول كلمات يعني بيستخدمون كثير. اذا شيم ديسيز لريكولاي فيهوش بير بيلمجة ساكليور اونو، ساكليور ساكلمك يعني يخفي، ساكليور اونو يعني هاي الاحجيه بيخبيها او ايكي هجي، ايكي هجي الهجي هي عباره عن المقطع الصوتي، المقطع الصوتي مو الحرف. يعني لما اقول مثلا كلمه مثلا بابا با با هي ايكي هجي با با، الهجي بيكون فيها حرف صوتي واحد بابا إكي هجة. ترك مثلا، ترك مع أنه أربع أحرف لكنها هجة واحدة، ترك بقولها دغري ترك. أو مثلا لو إشي بدي أقول مثلا جنيش، جو نيش اثنين هجة. مثلا قلنا كا لا با لك، كا لا با لك أربعة هجة، هي الهجة. هجة كتير مهمة للي عنده أولاد بلشوا بالمدرسة صف أول صف تاني يعني كتير بياخدوها مشان يتعلموا منيح. تشوك جوزيل خلصنا. إذا عندنا أحجية من مقطعين صوتيين، تشوك جوزيل أين أندا تشوك يوجي، يوجي معناها سامي، شغلة هيك سامي راقية مقدسة يعني فيك تقول. تشوك جوزيل أين أندا تشوك يوجي جان فيرير، جان فيرير يعني بتعطي الحياة، جان روح. هير أتشان جولي، جل يعني وردة، بتعطي لكل وردة متفتحة. أتشان تحول الفعل إلى صفة، إن شاء الله يكون اللي معنا متذكرين عم يتذكروا هاي القاعدة دائما. أتش يعني يفتح، أتشمك، أتشان المتفتحة. تاتلدر، تاتلدر يعني حلوة، تشيكيرجيبي، تشيكيرجيبي مثل السكر. إلاتش تون ديرتليري، ديرت معناها مثل آلام أو مشاكل أو مصائب. ديرتليري إلاتش دون تون ديرتليري لجميع المصائب والمشاكل هي علاج. سمسجاك، سمسجاك هي السجاك يعني حار، سمسجاك يعني حار جدا، هي اللي هي بسموها بكشترمي صفات لري اللي هي الصفات مثل وقت قلنا مثلا سيمسياه، أخذناها المرة الماضية بالأغنية، سيمسياه يعني أسود شديد السواد، نقول بيم بياز، بيم بياز يعني أبيض ناصع. سمسجاك يعني حار جدا، سمسجاك دو يعني هون مو حار جدا بمعنى ايه كتير دافئ. سمت سجاك دوار، دومك يعني يلد، دوار شو قلبي ما تلد في قلبي بشكل يعني تعطي الدفء. بنزماز، بنزماز جردون تشيكليري، جردون جردون يعني التي أراها، جردون هي كمان تحول الفعل إلى صفة. جوردوم تشيكليري بنزماز يعني لا تشبه الأزهار التي أراها. بالمجم هايدي سيزجيني، برأيكم ما هي هذه الأحجية تبعي؟ عفوا عفوا صوتي بس شوي. هلأ مجابوا هنن بيزجي، بيزجي قلنا الضمير مع الجي يعني برأيي، سيزجي برأيكم ما هي أحجيتي؟ ني عم يقولوا بيزجي برأينا تشوك يوجيسي، تشوك يوجيسي، يوجيسي معناها إيسي معناها إذا، تشوك يوجيسي إذا كانت كتير سامية معناها ملك، تشوك يوجيسي ملك. سمسجاك سا إذا كانت كتير ساخنة معناها جنش. بال كابل بير بتك، بال بال يعني اللي هو العسل، بالا بالا كابل يعني مغطات بالعسل، بير بتك، بتك اللي هو خلية النحل، بير بتك يعني خلية نحل مليئة بالعسل، لأنه مو هي بالأحجي قالت إنه تاتلدر مثل الشكر فقالوا إنه عسل. آخر شيء بلكي تشوك أوزاكتا أتشان، قلنا أتشان يعني المتفتح، فعلت حول لصفة. جوز جيلينجا، جوز معناها جوز معناها الخريف، جوز جيلينجا سولان، سولماك يعني يذبل معناها. إن جوزيل كوكان، كوكان يعني يعطي رائحة، كوكماك كوكان تشيتشيك يعني هي زهرة تعطي أجمل رائحة، تفتح في مكان بعيد وتذبل عندما يأتي الخريف. إذا بلكي تشوك أوزاكتا أتشان يعني تشوك أوزاكتا أتشيور، أتشان التي تتفتح. جوز جيلينجي سولان، سوليور.
en güzel kokan, kokuyor yani tat raiha cemile çiçek. Hala ami ulule melek, etlen değil, kanatları yok. Kanat manaha ejniha. Kanatları yok. Uçmuyor. Ma bittir. Güneş değil, sıcak, hiye sahina ama o yakmıyor. Ma bitihri. Çiçek değil, çiçek gibi, hiye mitlil الورده او سول ميور سول ميور يعني ما بتذبل ديل 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 سبيل مجم ندر اخر شيء اني طبي الام هي kanatları yok uçmuyor güneş gibi sıcak مثل هذا الشمس ama o yakmıyor çiçek değil çiçek gibi o solmuyor ما بتذبل melek değil bu bilmece tek cevap الوحيد هو اني'dir. الأغنية مثل ما أنها كثير لطيفة تحية الأمهات بنسمع لحن نسمعها مرة ثانية قبل الفاصل وأرجو أنه هيك تنتبهوا على معانيها واحدة واحدة.